أطلقت وزارة الإعلام تزامنا مع ندوة الحج الكبرى واحة الإعلام لموسم حج 1444 للهجرة، والتي تمكن وتسهل للإعلاميين أو الإعلاميين من أداء أعمالهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل حسين الشمراني. أهلا وسهلا بكم في واحة الإعلام. هذه الواحة التي تضم استوديوهات ومساحات للنشر والتحرير، بالإضافة إلى شاشات تفاعلية واستعراضية لخدمات الحج التي تخدم الإعلاميين من مختلف الدول لتغطية موسم هذا الحج. تابعونا في هذه التغطية. أطلقت وزارة الإعلام واحة الإعلام التي تمكن الإعلاميين من أداء أعمال التحرير والنشر الإعلامي، بالإضافة إلى استوديوهات تلفزيونية وشاشة عرض رئيسة، إلى جانب 10 شاشات أخرى جانبية يتم من خلالها نقل أعمال ندوة الحج الكبرى ولقطات للتحول الكبير الذي تشهده الخدمات التقنية واللوجستية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. خلال الجولة نرى فيها جميع الجهات المشاركة في الحج، الجهات التنفيذية، الجهات الحكومية، كيف تكون رحلة الحاج، رحلة الزائر إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. أرى من وجهة نظري كمتخصص في مجال الإعلام أن مثل هذه الواحات أو مثل هذه المعارض هي التي تنقل الصورة الحقيقية للمملكة العربية السعودية والخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية، حكومة خادم الحرمين الشريفين. طبعا الواحة تشمل جميع الجهات وتستضيف الإعلاميين، هناك مقرات خاصة فقط بالإعلاميين لنشر رسائلهم بلغاتهم المختلفة. بدل أن يتكلف الإعلامي بالذهاب إلى مكة أو الذهاب إلى المدينة للنقل أو التوافق مع هذه الجهات، يأتي إلى واحة الإعلام ويرى كل هذه الجهات باختلافها، باختلاف خدماتها، وينقل هذه الصورة. وهذا اللي نحن نحتاجه كسعوديين لعمل نقلة نوعية في هذا المجال. وتعتبر واحة الإعلام إحدى المبادرات الجديدة لوزارة الإعلام التي أطلقها معالي وزير الإعلام بهدف تغيير مفهوم التغطية الإعلامية واستخداماتها وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع والمواطنين والإعلاميين من أجل تحقيق مزيد من الإبداع والابتكار في التغطيات الإعلامية المحلية والعالمية. واحة الإعلام، هذه الواحة التي تخدم وتبرز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، التي انطلقت متزامنة مع ندوة الحج الكبرى التي حضرها أكثر من 12 وزير وأكثر من 200 إعلامي في 50 وسيلة إعلامية مختلفة. لبرنامج يا هلا حسين الشمراني، واحة الإعلام.